متى الناس يتعلمون؟ إذا بقينا احنا نتأخروا. قال من حرشه ندير فتنة. أي فتنة؟ الفتنة، كل الفتنة في تجهيل الناس. شيخنا، نعيش ظاهرة مؤلمة محزنة في مجتمعنا عامة وبين السلفيين خاصة، ألا وهي عدم قدرة الآباء على التحكم في أبنائهم بعد بلوغ سن معين، بحيث أن الإبن يتربى في صغره تربية حسنة، بل ربما يحفظ كلام الله جل وعلا، ولكن عندما يكبر ينحرف عما كان عليه من قبل، ويصبح الأب يتحجج بأنه غير قادر على التحكم فيه بحكم أنه قد كبر في السن. فبارك الله فيكم، هل من توجيه أو نصيحة لهؤلاء الآباء والأبناء؟ الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. الحقيقة، هذه الظاهرة والتي كما وصفها السائل مؤلمة محزنة، ونعيشها في مجتمعنا مع الأسف الشديد، أي عدم قدرة الآباء على التحكم في أبنائهم، ومع الأسف الشديد في أبنائهم من البنين والبنات. فنسأل الله عز وجل العفو والعافية والسلام في الدين والدنيا. مثل هذه الأمور، أولا نحن نستعين بالله جل وعلا على تنشئة وتربية أبنائنا، خاصة في هذا الزمان الذي كثرت فيه الفتن، من فتن الشبهات والشهوات، فانتشار المخدرات والاختلاط بين الذكور والإناث وتفشي الكثير من الآفات، هذا لا شك ولا ريب له أثره في نشأتهم وفي مثل هذه الأمور التي يعاني منها الآباء. ولهذا وجب على الآباء جميعا، وإذا قلنا الآباء يعني الآباء والأمهات، أن يبادروا إلى حسن التربية من أول يوم، يعني منذ النشأة الأولى، ماهوش يغفل عن أبنائه ويترك التلفاز والقنوات، ينشئونهم على وفق ما يريده أعداؤنا، يبدأون في إفساد عقائدهم وأخلاقهم يعني من فترة الرسوم المتحركة. هذه الرسوم المتحركة وما فيها من أنواع الشرور، ولا رقيب ولا حسيب. الآباء لا يدرون عن أبنائهم في هذا الأمر شيء، لا بد من التوجيه، لا بد من التوجيه، وهذه مسؤولية وأمانة عظيمة عند الله تبارك وتعالى. الله جل وعلا أمرنا في هذا أمرا عظيما، فقال قوا أنفسكم وأهليكم نارا، وهذا بأن تجنبهم أسباب الردى، وأن تدعوهم لأسباب الهدى، وهذا فاقد الشيء لا يعطيه كما يقال. أن نكون نحن قد جمعناها وحققناها في أنفسنا، ثم نزرعها ونغرسها في أبنائنا، نبدأهم بالعقيدة وبتزكية النفوس وتهذيب الأخلاق، وهذا يحتاج إلى صبر ومصابرة ومداومة على مثل هذه الأمور، لأن قضية التربية، تربية الأولاد، ما هيش مرحلية وآنية تقول أننا نقعد معاه سنة سنتين كأنها مرحلة تعليمية. الآن المدارس لا تربي، المدارس تعطي المعلومة، يعني حتى أصبحنا لا نستطيع أن نقول تعلم، تعطي المعلومة، تعطي المعلومة. فإذا ذهبت، قديما كانت التربية وظيفة، وكان من الناس من يعرف بالمربي، هناك المعلم وهناك المربي، ومن الأئمة أئمة عرفوا بأنهم مربو الأطفال أو مربو أبناء الوزراء أو الأمراء، كما كان الحافظ ابن أبي الدنيا عليه رحمة الله،
كان يعرف بمربي الأمراء، الأمراء يأتون إليه ويجلسون مجالسه فيتربون. هذه الأمور ذهبت وفقدت، بقيت مسؤولية الآباء إزاء أبنائهم. فالإنسان دائما وأبدا يدعو الله عز وجل أن يصلح حالهم وأن يهدي قلوبهم وأن يثبتهم ويسعى في الأسباب. والله الذي لا إله غيره، ما من أب أدخل على أبنائه أو أم وسيلة من وسائل الشر وسبب من أسباب الفساد إلا وسيستوقفه الله يوم القيامة ويسأله عن هذه. احنا على الهاتف الآن، طفل صغير كما يقولوا جماعة الغرب بز، طفل صغير هاتف نقال، وش يسموه هذا، هاتف ذكي ومفتوح على اليوتيوب وعلى الشر بجميع أنواعه، والقنوات في البيوت. دخلنا بعض البيوت عياذا بالله في كل غرفة شاشة، ما داروش غير في 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 مرحاضهم شاشة، والله في كل غرفة، حتى بعضهم والله في المطبخ رأينا الشاشة. قال لك باش يتبعوا الحصص، حصص الطبخ. واش من حصص الطبخ، واش من إفساد هذا يا إخوان؟ نحن نجني على أنفسنا بأنفسنا ثم نقول الأبناء خرجوا عن السيطرة. أنا مبارح فقط تتصل بي أم، والله يعني شيء يحزن القلب، ما قدرتش على ابنها، يمسك السكين ويقولها إما تعطيني المال باش نشري الحبوب والمخدرات وإلا أنتحر. تقول هذه المرأة تبكي، ماذا أفعل؟ ماذا أفعل؟ ماذا تفعل؟ صحيح، وهذه من المسائل التي يصبح الحليم فيها حيران كما قال النبي عليه الصلاة والسلام. فإذا كنا نريد الخير لهؤلاء لا بد أن نسعى في أسبابه، ولا بد أن نسير على طريقه، وطريقه ليست إلا في كتاب الله وسنة رسوله عليه الصلاة والسلام. إذا انحرفنا عن الحق فإن الله جل وعلا يعجل لنا العقوبة في الدنيا قبل الآخرة، وكل ما نعيشه هو بما كسبت أيدينا، والله جل وعلا لا يظلم الناس شيئا. فاتقوا الله، فاتقوا الله يا أيها الآباء، واعرفوا لهذه الأمانة قدرها، وسيروا فيها بأمر الله جل وعلا، لعل الله عز وجل أن يصلح حالنا وأن يغير أمرنا، والله تبارك وتعالى أعلم.